أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا
فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل فأيدي الناس عنكم
تكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا وكان الله على كل شيء قديرا. ولو الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف وكان الله بما تعملون بصيرا. هم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا. حمية
لقد صدق الله
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.